بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نتكلم عن محمد علي. محمد علي التاريخ اللي مكتوب قدامنا، ألا وهو من 1805 لحد 1848. 1805 ده كان إيه؟ بعد كل الأحداث اللي حصلت إيه؟ إيه الإنجازات اللي حققها محمد علي؟ مين هو أصلا محمد علي؟ وهنشوف آخر تاريخ معانا وهو 1848. عاوزين نشوف ترتيب هذه الأحداث وما تم بها في عهد محمد علي. أن تولى محمد علي الحكم أخذ يرسم سياسة مصر الداخلية عشان يبني مصر الحديثة على النسق الفرنسي اللي كان مثالا يحتذى به. يبقى محمد علي اتخذ النسق الفرنسي مثالا في إنه يبني الدولة الحديثة بتاعتنا. سياسة محمد علي الداخلية كانت إزاي؟ أول حاجة التنظيم الإداري، التنظيم الاقتصادي، التعليم، الجيش والبحرية. وتعالوا نبدأ بالتنظيم الإداري. أول حاجة اهتم بيها محمد علي بتنظيم الإدارة للسيطرة الكاملة على البلاد، حيث عمل إيه بقى؟ قسم البلاد لسبع مديريات، كل مديرية إلى مراكز، وكل مركز إلى أقسام، وكل قسم فيه عدة قرى. وعلى رأس النظام الإداري الحكومة المركزية ومقرها القاهرة، حيث صدر جميع الأوامر. يبقى الحكومة دي أو الحكومة المركزية هي اللي بتصدر جميع الأوامر. وأنشأ محمد علي عدة مجالس ودواوين لتعاونه في مختلف شؤون الحكم، منها الديوان العالي، وكان مقره فين بقى؟ في القلعة. وأنا بنصح كل الطلاب إن هم يزوروا القلعة، بجد هيستمتعوا وهيتعرفوا أكتر على تاريخ محمد علي الرائع. واهتم محمد علي في سياسته الاقتصادية بالاكتفاء الذاتي، وأن تكون صادرات مصر أكثر من وارداتها. عشان ايه؟ عشان يحقق الاستقلال السياسي لمصر. لما انت تكون بتصدر اكتر ما بتستورد، يبقى انت اللي مسيطر على الدول اللي جنبك، مش هي اللي مسيطر عليك وتقدر تتحكم في سياستك. واما في الزراعه، فاهتم محمد علي بتطوير الزراعه جدا، وادخل انواع جديده من القطن، حيث اصبح القطن المصري منافسا للاقطان العالميه واساس ثوره مصر الزراعيه. وكان القطن في عهده مشهور وله شهرة واسعة جدا، نتيجة انه كان من اجود انواع القطن اللي بتبقى بتنافس عالميا. واهتم كمان باشجار التوت لتربية دودة القز وزراعة اشجار الزيتون وقصب السكر والفواكه والنخيل. واهتم كمان بمشروعات الري وشق الترع كترعة المحمودية وانشاء الجسور على النيل، واهمها مين؟ الحاجة المشهورة قوي، القناطر الخيرية. اما في الصناعة بقى، فمحمد علي اقام صناعات بتعتمد على المواد الخام في مصر، زي مين؟ زي مصانع الغزل والنسيج والصوف والحرير والواح النحاس ومعامل السكر، ودي كانت فين؟ في الوجه القبلي. وارتبطت النهضة الصناعية بالنهوض بالجيش. ازاي؟ انه اقام العديد من المصانع بهدف سد حاجات الجيش من الملابس. يبقى بدل ما احنا كنا نشتري الملابس بتاع الجيش، لا، احنا نعمل لهم مصانع ونصنع لهم فيها مين؟ الملابس والأسلحة اللي هم يستخدموها، بدل ما استورد من حد من بره. أما في التجارة، فنشط التجارة الداخلية والخارجية جدا في عهد محمد علي بسبب النهضة الزراعية والصناعية. زي ما احنا قلنا، اهتم بالزراعة ازاي واهتم بالصناعة ازاي، واستقرار مصر الداخلي انها كانت مستقرة ايه؟ مستقرة سياسيا وداخليا. واهتم محمد علي بقى في مجال العمارة بالعمارة والعمران، حيث عمل على تطوير القرى والمدن وأنشأ القصور زي قصر الجوهرة اللي في القلعة، وقصر شبرا، والدفتر خانة بالقلعة، وهي دار المحفوظات الآن. أما في مجال التعليم بقى، فكان له قصة أخرى. محمد علي بجد كان متميز جدا في نهضته، وكان أكثر حاجة متميز فيها هي اهتمامه بالتعليم، لأن التعليم هو أساس كل نهضة. معاك في بلد في تعليم، يبقى أنت بتقدر ان انت تصنع نهضة في هذه البلد. معكش في تعليم، معاك كل المقومات ومعكش التعليم، او معكش سلاح العلم، يبقى انت فاقد لهذا السلاح المهم جدا، يبقى انت مش هتقدر ان انت تصنع نهضة في هذا البلد. فمحمد علي اهتم جدا بالتعليم اهتمام كبير. بدأ يرسل البعثات الى الخارج، خاصة الى فرنسا، عشان الناس بتوعنا يتعلموا ويكتسبوا خبرات من بره. وعمل على ترجمة كتب ومؤلفات في مختلف العلوم، وانشأ مدارس حديثة زي مدارس الطب البيطري والبشري والصيدلة والزراعة. وانشأ كمان مدارس الابتدائية والتجهيزية اللي هي الثانوية، عشان يعد التلاميذ للالتحاق بمين؟ المدارس العليا. اما في الجيش بقى، فاهتم ببناء جيش قوي عشان
يعمل ايه عشان تبقى مشروعاته ناجحه سواء داخليه او خارجيه، ومحدش يقدر ان هو يقرب له بعد كده. واهتم باحياء الاسطول الحربي، فانشا ترسانه لصناعه السفن بالاسكندريه، وانشا العديد من المدارس الحربيه مثل المشاه والمدفعيه والفرسان ومصانع الاسلحه. اما سياسته الخارجيه فكانت رائعه فعلا، تمثلت في تدعيم استقلال مصر عن طريق خوض حروب خارجيه في الجزيره العربيه زي السودان وبلاد الشام. ليه؟ عشان يقوي جبهته الداخليه. هو مش هيستنى لما حد يجي يهجم عليه، هو لازم يامن نفسه من ناحيه البلاد اللي هي المحيطه بيه. وادت سياسته الى ان هو توسع، ولكن هو تصادم ايضا مع اطماع الدول الاستعماريه الثانيه، لان كان في دول ثانيه لها اهداف استعماريه واطماع زي انجلترا وفرنسا. وفرضت على محمد علي معاهده لندن، ودي كانت سنه 1840. وفي الحاله دي محمد علي الحقيقه قابلها، لانه ما كانش هيقدر ان هو يخوض معاهم حروب، والا لان هم كانوا اقوى بكتير، فكان من العقل ان هو يقبل هذه المعاهده، هي معاهده لندن سنه 1840. معاهده لندن سنه 1840 بقى كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول او كان من بنودها يعني اعاده بلاد الشام والجزيره العربيه للسلطان العثماني، وتثبيت محمد علي في حكم مصر، واعلان خضوعه للباب العالي. وأدت معاهدة لندن إلى تقلص مشروعات محمد علي الإصلاحية في مصر، وفي يونيو 1841 أصدر السلطان العثماني فرمانًا يقضي بحق وراثة الحكم لأكبر أبناء محمد علي الذكور سنًا إلى جانب حكم السودان. مين هم خلفاء محمد علي بقى؟ ده إبراهيم باشا وعباس حلمي باشا، وكان فيه محمد سعيد باشا، وده اللي اعطى امتياز حفر قناة السويس للمهندس الفرنسي فرديناند دي ليسيبس في نوفمبر 1854 ميلاديا. كان برضو من ضمن خلفائه اسماعيل باشا، وده كان مشهور جدا بعد محمد علي، كان سنة 1863، وتولى الحكم عام 1863، ولجأ للأستانة من الدول الأوروبية، وده أدى إلى زيادة حدة الأزمة المالية، تفاقمت الديون جدا على مصر، وزيادة الدخل الأجنبي في مصر خاصة إنجلترا التي ضغطت على السلطان العثماني. ليه؟ عشان يصدر فرمانا بعزله ويولي ابنه مين؟ محمد توفيق الحكم سنة 1879، زي ما عملوا مع مين؟ زي ما عملوا مع والده محمد علي لما أصدروا فرمانا بعزله وعينوا مكانه مين؟ بعد كده أول خلفاء، وهو إبراهيم باشا. كمان من خلفاء محمد علي محمد توفيق باشا، وكمان عباس حلمي باشا، وحسين كامل، وفؤاد الاول. تعالوا بقى ناخد بعض الاسئله على هذه الاحداث اللي احنا قلناها كده، وقلنا احنا ما خدناش قوي في تفاصيل، ولكن احنا حبينا ان احنا نركز في اهم الاحداث في الفتره بتاعه هذا الرائع والمؤسس للدوله الحديثه محمد علي، بحيث ان احنا نركز على اهم الاحداث اللي ممكن تيجي لنا منها اسئله في الامتحان، وكمان نعرف تاريخ هذا الرجل. انشا محمد علي العديد من مصانع. عاوزك انت بقى تجاوب كده بقى الاسئله دي مع نفسك، وتحاول ان انت تبعت لي الاجابات بتاعتها. تمثلت الزراعات الجديده في عصر محمد علي فيه. اهتم محمد علي ببناء مصر الحديثه على النسق. فاكر كنا بنقول ان هو بياخد مين مثلا يحتذى به؟ النسق مين؟ اقول لك انا طيب. النسق الفرنسي. ما النتائج المترتبه على اهتمام محمد علي بمشروعات الري؟ كان في عده نتائج، ان هو اهتم بمشروعات الري. ايه هي النتائج دي؟ عاوزك تذكرها لي. واهتمام محمد علي بالتعليم والثقافه، لما اهتم بالتعليم والثقافه ايه اللي حصل، او ايه الميزات اللي حصلت للدوله المصريه؟ وايه اللي نتج عن، او ايه النتائج المترتبه على اهتمامه بالجيش والبحريه؟ بما تفسر ارتباط النهضه الصناعيه في عصر محمد علي بالنهوض بالجيش؟ وبما تفسر ايضا اهميه التنظيمات الاداريه لمصر في عصر محمد علي، والسياسه الاقتصاديه التي تبعها محمد علي في مصر؟ والى هنا يكون قد انتهى درسنا اليوم عن محمد علي. الاسئله اللي احنا قلناها دي هي بالظبط تقدر تقول، يعني مش هنكون مبالغين، انها اهم الاسئله اللي ممكن تيجي لك في الموضوع ده، او لو جالك اسئله من موضوع محمد علي في الامتحانات فمش هتخرج من ضمن هذه الاسئله، فانت
اقراها كويس. لو انت اصلا سمعت الدرس هتقدر ان انت تجاوب على هذه الاسئله بكل سهوله. حاول تجاوب هذه الاسئله بعد استماعك للدرس وبعد فهمك ليه ومذاكرتك ليه، وتبعت لنا اجابات هذه الاسئله عشان نقيمها اذا كانت صحيحه او خاطئه. لو كانت صحيحه هندي لك بقى اسئله تانيه عشان تمرن نفسك اكتر واكتر، ولو كانت خاطئه هنقول لك على الاجابات الصحيحه بتاعتها. خلص الدرس النهارده، لو عندك اي سؤال لا تتردد لحظه ان انت تراسلنا، ما نفهم نتعلم ببساطه، والى اللقاء.